قال عليه السلام اتقوا الكذب. هاي من مشاكل الكثيرة مالي مرات أنا أحسها وراثة. تجي طفل هسه وهيش قام يعرف يحكي يقوم يكذب. ما أدري هاي ليش واقعا ما أدري. هو مرض من عند الناس تقريبا أكثرهم. فتسأل يا أبويا فلان شغلة سويتها يقول لك إيه هو ما مسويها. بساعة قعدت الصبح من الفجر صليت الليل وجيتك هو قاعد بالعشرة مثلا. مرات تشوفهم بالسيارة يقول لي ها السلام عليكم أنا بالبيت بعدني بالبيت. شايفيهم بالسيارة تصعد وياه يقول لي بعدني بالبيت إن شاء الله أطلع لك. أو يقول لي أنا شو اسمه قريب كلش هو استوى صعد السيارة. واضح؟ فالإمام شو يقول؟ إيه إيه أحسنت هو استوى فتح الموبايل. وهم هاي من المشاكل يقول إحنا قاعدين الشاقة سمام أنا يعني ما يعني ما قاصد في شيء مو زين أقعد الشاقة أو شيء يقول لك تقول لي لا تكذب يقول لك أنا ما أذي واحد. منو قال لك الكذب إذا كان أذية حرام؟ بس الكذب حرام سواء كان مؤذي أو مو مؤذي. الكذب حرام سواء كان مزاح أو مو مزاح. فالإمام هنا شو يقول؟ خلني اسمع. يقول اتقوا الكذب الصغير منه والكبير. شايف يقول لك كذبة صغيرة كذبة صغيرة كذبة بيضة. الإمام قاعد يقول لك شنو؟ اتقوا الكذب لا تكذبون. صغير كبير انت لا تكذب. فقال في كل جد جد وهزل. يعني سواء كنت جاد او تتمازح لا تكذب. فاحنا اليوم نتعلم ما نكذب حتى لو مزاح لا تكذب. ما دام كذب شنو؟ الكذب حرام حتى لو كان ماذا؟ مزاحا. زين. فإن الرجل إذا كذب في الصغير اجترأ في الكبير. إذا أنت عودت نفسك على الكذب بالشغلات هذين الصغيرة كذبة بيضة بعد شو تسوي؟ تكذب كذبة سودة. طبعا هي ماكو كذبة بيضة وكذبة سودة. كل الكذب أسود. أي خفيفة ما تأذيه.